مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام. اليوم راح نتكلموا في فقرة إفادة واستفادة على المنبه الصوتي، يعني لو كلاكسون. لو كلاكسون وشنو هو؟ هو يعني وسيلة مخاطبة بين السائقين فيما بعضهم وبين السائقين ومستعملي الطريق. وكنا نستعمل المنبه الصوتي، احيانا استعمله عندما اريد يعني اثبات وجودي في ذلك المكان، وخاصه في الممرات الضيقه، يعني ممر ضيق او ممر غير مرئي، ما عندكش لا فيزيبيليتي، فيراج واعر، دوره واعره، ما على بالكش شكون هو جاي. هنا ندير بتي كلاكسون باش اللي يكون جاي منا يعرف باللي راني جاي من الاتجاه هذا ويرد باله. دونك اثبت وجودي في الممرات، خاصه الممرات الغير مرئيه. احيانا استعمل المنبه الصوتي قبل التجاوز، يعني قبل ما نجي ندوبلي ننبه السائق اللي يكون امامي ان كوت كلاكسون خفيف باش ما يزيدليش هو السرعه كذلك ونولو في سباق. ان بتي كلاكسون قبل ما نتجاوز. وكذلك استعمل المنبه الصوتي لانبه يعني السائقين المشاة اللي يقتربوا مني ونعرف باللي ما شافونيش، دونك انا باش يشوفوني ويعرفوا باللي راني جاي من هذا المسار ندير ان بتي كلاكسون. دونك واش حكينا مشاهدينا الكرام على المنبه الصوتي؟ يكون بشروط. الشرط الأول، المنبه الصوتي يكون نهارا فقط، يعني إلا في النهار. ممنوع استعمال المنبه الصوتي ليلا. المنبه الصوتي ليلا غير وارد، لأنه في الليل نستعمل المنبه الضوئي. منبه الصوتي كذلك علينا نضيف له إضافات كأبواق زائدة، كصفارات إنذار، وهذه خاصة فقط للسيارات الأولوية والسيارات التي تستفيد من تسهيل المرور. كذلك ممنوع يعني التعديل في المنبه الصوتي، على سبيل المثال نزيد له في الصوت أو نخفض له في الصوت، لأنه المصنع تاع السيارة كي خدم السيارة دار يعني تعديل للمنبه الصوتي وهو 75 ديسيبل. 75 ديسيبل تخرج من المصنع، لأنه كذلك الأذن البشرية لا تستطيع استيعاب صوت أكثر من 130 ديسيبل، وبالتالي المصنع درها 75، دونك ما نجوش حنايا نزيدوا فوق 75، لأنه هذا يضر الأذن ويضر ويعني يسبب إزعاج لدى الأشخاص. كذلك مشاهدنا الكرام، ممنوع استعمل المنبه الصوتي يعني وسط التجمعات السكانية. وسط التجمعات السكانية ممنوع استعمال المنبه الصوتي تفاديا للإزعاج. كذلك وشيء مهم، ممنوع استعمال المنبه الصوتي داخل المستشفيات، ممنوع منعا باتا، يعني إلا في الضرورة القصوى. وكثير من الأحيان أنا شاهدت شخصيا داخل مستشفى، مثلا مستشفى باشا أو كثير من المستشفيات، نلقاو دي كلاكسون داخل المستشفيات من أجل باش يقول صحة صاحبه، من أجل يعني أمور يعني تافهة. وبالتالي داخل المستشفى هناك مرضى، هناك يعني ناس يعني تحتاج إلى الراحة، وكذلك في وسط التجمعات السكانية هناك كذلك مرضى، هناك مسنين كذلك يريدون الراحة، كان يخدم في الليل حبي يرقد في النهار. دونك وبالتالي ممنوع استعمال المنبه الصوتي داخل التجمعات السكانية وداخل المستشفيات. كاين حاجة ملاحظة أخيرة مشاهدي الكرام، كاين حكمة فيما يخص المنبه الصوتي. إذا توفرت الشروط اللي قلناها وحبيت كلاكسوني، كلاكسوني بطريقة لبقة ويكون على هذا الشكل فقط. هذا الشكل وش يقول؟ يقول باللي اسمح لي من فضلك، إذا سمحت. هنا يقدر يعني بطريقة لبقة يعني تعكس مدى الاحترام تاع السائق. وإذا يعني استعمل المنبه الصوتي بهذه الطريقة، يعني واش هاي الطريقة اللي سمعتوها الآن؟ يعني هنا راك تشنف على الغاشي. دوك هنا واش راك تقول للطرف الآخر؟ راك يعني تظهر غضبك اتجاهه وهذا غير لائق. دوك إذا حبيت كلاكسوني سوا خطرة كيما هذه، سوا بطريقة متقطعة بإشارة خفيفة. فوالا، لأنه هذا ونعاودها، هذه واش ما عندها؟ لا ما عندها، راك تشنف على الغاشي. دونك كانت هذه مشاهدينا الكرام فقرة إفادة واستفادة اللي تكلمنا عليه على المنبه الصوتي.